في ظل ما تشهد دول منطقة الخليج من ازدهار في قطاع الإنشاء والبنية التحتية، بالإضافة إلى تزايد النمو السكاني ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي والذي انعكس على زيادة في ثقة المستهلك وقوة في الإنفاق، تشهد المنطقة اليوم نمواً في قطاع التجزئة جعلها تحتل مكانة متقدمة بين دول العالم، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات التجزئة بدول الخليج بنهاية 2018 نحو 284 مليار دولار. قطاع التجزئة تقريبا اليوم أهميته أن نسبة نمو كبير معتمد بنسبة كبيرة على النمو السكاني اللي صاير، وما شاء الله الدخل بالإضافة إلى السياح. قطاع التجزئة العام الماضي 2014 في حدود كانت المبيعات تقدر ب 121 مليار درهم، ونتوقع خلال الخمس سنوات الجاية إن شاء الله تستمر في حدود ما بين 5 إلى 6%. تعد دبي مركزا تجاريا مهما بين الشرق والغرب، وهي لا تزال خيارا واضحا لغالبية العلامات التجارية التي تتطلع لدخول المنطقة لأول مرة. دبي تحتفظ بالمركز الثاني عالميا من حيث شركات التجزئة العالمية، وقد استقطبت نحو 45 علامة تجارية دولية جديدة. وقد أصبح تجار التجزئة الإقليميين لاعبين مهمين في الأسواق الناشئة، حيث واصلت كبرى الشركات المتخصصة في هذا القطاع عملياتها التوسعية في جميع أنحاء دول الخليج في السنوات الأخيرة، مع الاستفادة من القرب الجغرافي كميزة تنافسية لتأمين حصة في الأسواق المجاورة. في ظل تنامي أسواق مراكز التسوق وتجارة التجزئة والترفيه، سبق أن ماجد فطيم أعلن عن خطة لاستثمار 3 مليار دولار في الإمارات بحلول عام 2020، وجزء كبير أو جزء معين من الاستثمار أعلن عنه بالنسبة لتوسعة مول الإمارات باستثمارات توصل لحوالي 500 مليون دولار. وتبقى منطقة الخليج سوقا واعدة للتجزئة، وذلك مع تصنيف 4 من بلدانها وهي الإمارات والكويت والسعودية وعمان ضمن قائمة 20 الأوائل في مؤشر إيتي كيرني لتطور تجارة التجزئة 2014، مما يدفع هذا القطاع لاحتلال مواقع متقدمة ضمن القطاعات الأعلى نمواً وإسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.